مجلس النواب يمدد فصله التشريعي حتى إقرار قانون الموازنة العامة. احتدام النقاشات حول تخصيصات المحافظات المدرجة في مسودة القانون كانت السبب. في أروقة المجلس حراك نيابي يطالب برفع حصة المحافظات المنتجة للنفط في الموازنة. التلوث الناتج عن عمليات الاستخراج يحتاج أموالا أكثر لتطويق آثاره. تأسيس صندوق فرعي من صندوق العراق للتنمية استنادا لنص المادة 45 من قانون الموازنة المقترح لهذا العام لدعم علاج الأمراض السرطانية والفشل الكلوي لما تسببه الاستثمارات النفطية والغازية من انبعاثات أدت إلى تلوث الهواء والماء والتربة. النفط وتأثيراته احتل حيزا غير قليل من الحراك النيابي. لجنة النفط والغاز النيابية محور اجتماعها المشتقات النفطية ومطابقتها للمعايير المعتمدة. وجود شحنة ملوثة بمادة كريدات العضوية تم تصديرها واكتشاف أنه ملوثة من قبل الاند يوزر أو الشركة اللي تم شراء بهم. جاي ندرس جميع المراحل اللي مرت بها الشحنة ابتداء من مصفى بازيان بشمال العراق مرورا بالشركة الناقلة مرورا بالعملية التفريغ داخل البصرة. مشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي كان الفقرة الأخيرة في جلسة الثلاثاء. مداخلات الأعضاء تمحورت حول ضرورة إقرار قانون لا يتعارض مع مفاهيم الديمقراطية. حزم الشرع، العراقية الإخبارية، بغداد.